قمت بصيت على أوضة أبويا، لقيته مولع النور، عرفت إنه صاحي. دخلت على المطبخ وجبت عصير وحطيت فيه منوم. دخلت على بابا وقدمت له العصير، كان مستغرب جدا مني لأني ما كنتش بطلع من أوضتي في الفترة الأخيرة، ولا كنت بتكلم معهم غير قليل جدا. فضلنا نتكلم شوية بس كان كل تفكيري فيها، وفجأة وقعت الكوباية من إيد بابا وقفلت النور وقلت قربانك موجود. وبالفعل ظهر لي، بس المرة دي كان معاه حبيبتي وبيضحك ووشه اتغير وكأنه محروق وبيسيح. قلت له انت جايبها ليه؟ قال لي انت قدمت ابوك قربان، القربان اللي بعد ابوك هتكون حبيبتك. وبقى بيضحك بصوت هستيري. قلت له انت قصدك ايه؟ قال لي اهلا بيها في عالم الجن. انا صرخت وقلت له لا سيبها، بس بعد ايه رماها في النار. ببص لقيت ابويا فاق، جريت عشان انقذه بس ما لحقتش، فصل راسه عن جسمه. بس اللي ما كنتش اتوقعه ان امي دخلت علينا الاوضه وشافت ابويا بالمنظر ده. امي ماتت من الصدمه، ومسيري كان المستشفى النفسيه، واللي اتحكم عليا بعديها بالاعدام. الناس عرفت اني انا اللي ورا حالات الخطف اللي كانت بتحصل وبلغوا عني. بس انا مش عايز اموت، انا عايز اعيش مع ابويا وامي وحبيبتي. اديني بقيت في السجن ومستني يعدموني. فجأة الباب فتح والعسكري دخل عشان ياخدني، بقيت مش قادر امشي، رايح للموت برجلي. فجأة العسكري وقف، ببص ناحيته لقيته تحول لشكل الست العجوزة، قربت مني وشكلها اتغير ووشها بقى كله دم. خنقتني وقالت لي هتموت ومش هتوصل لباب الخروج. فضلت اقاومها بس للأسف مش قادر. وفجأة صوت ماما، يوسف يوسف حبيبي مالك في ايه؟ قمت مفزوع، بصيت حواليا لقيت نفسي في المستشفى ولقيت ماما وبابا جنبي. قلت لهم هو ايه اللي حصل؟ قالوا لي انهم لقوني غرقان في دمي في الأوضة وجابوني على المستشفى من اسبوع ودخلت في غيبوبة. قالوا لي هو ايه اللي كان حاصل معاك؟ قلت لهم معرفش، مش فاكر حاجة. وقلت في نفسي الحمد لله ان ده كله ما كانش حقيقة وانه كان مجرد حلم. فكرت بسرعة، ده عدى اسبوع وملك قالت لي هترد عليا بعد اسبوع. كانت حالتي اتحسنت نوعا ما. روحت ودخلت على اوضتي وفضلت افكر اعمل ايه، بس ما كانش قدامي حل غير اني اروح واكلم ملك. ورحت فعلا لبيتها ولقيتها باصه من البلكونه كانها مستنياني اجي. رحنا قعدنا على كافيه، كانت جميله جدا زي الطفله ببراءتها. بدات كلام وقالت لي انا موافقه اني اتجوزك يا يوسف، بس عايز اسالك سؤال. قلت لها تفضلي. قالت لي انت ورا موت الشلة بتاعت الثانوي صح؟ انا بصيت لها باستغراب وفكرت هي ازاي عرفت. قلت لها شلة ايه؟ قالت لي انت ناسي انه من نفس منطقتي يا يوسف، وان كل الناس عارفين بعض في البلد. اللي مستغرباه ان كلهم اختفوا ورا بعض، حسيت انك ورا اللي حصل لهم، خصوصا اني اكتر واحدة عارفة اللي كان ما بينك وبينهم. قلت في دماغي هحكي لها، وهي لو بتحبيني بجد هتقف جنبي عشان اخرج من عالم الجن. حكيت لها بالتفصيل، فضلت تسمعني للآخر وبعدين قالت لي ما جبتش ليه الكتاب التاني؟ مش ممكن هو اللي خرجت من العالم ده؟ لأنه اسمه باب الخروج. أنا فرحت جدا في الوقت ده إنها معايا، وفي نفس الوقت قلت صحيح الفكرة دي جات لي في الحلم اللي حلمته، إزاي نسيتها؟ قلت لها هتفضل معايا يا ملك؟ وافقت وفرحت جدا، شجعتني أكتر إن أخرج من العالم ده وأعيش طبيعي زي أي حد. ورحنا أنا وليا على السوق اللي كنت قابلت فيه الست العجوزة عشان نجيب كتاب باب الخروج. فضلنا ندور كتير لغاية ما فقدت الأمل إني ألاقيها، لكن بعد شوية لقيتها. لقيت الست العجوزة وجريت عليها زي المجنون، وملك معايا بس المرة دي كان معاها كتب كتير. فضلت أدور عشان ألاقي الكتاب اللي أنا عايزه، ملقتهوش. ولقيتها بصت لي وضحكت لي ضحكة استهزاء وقالت لي ندمت ورجعت لي عشان تاخده. قلت لها أنا محتاجه، أرجوكي لو معاكي هاتيه. قالت لي بس ده أغلى. قلت لها خدي اللي انت عايزاه، وفعلا طلعتهولي. اخدته ملك منها ولسه هتفتحه، قلت لها لا انا اللي هفتحه لما اروح، خفت عليا لا يكون في حاجه جوه كمان. وفعلا روحت على القصر ودخلت اوضتي وفتحته، بس ما فهمتش ولا كلمه منه. وفي اللحظه دي اتصلت بيا ملك تطمن عليا، فقلت لها انا مش فاهم اي حاجه من الكتاب يا ملك. قالت لي خلاص نروح لشيخ كويس، كل البلد بتروح عنده. قلت لها خلاص ماني موافق. قالت لي بكره ان شاء الله. قلت لها تمام، وقفلنا مع بعض ونمت. بس حلمت في الليلة دي ان حد مكتفني وقاعد يشرح فيا بسكينة، وبعدين خنقني وبيقول لي هتموت لو خرجت. وصحيت مفزوع، لقيت الجني قدامي وشكله فظيع وعينيه كانت كلها غضب. قال لي لو عايزني اخرجك من العالم بتاعنا هاخد حد من دمك قربان، واختفى.
ببص على الساعة لقيتها 3 العصر. رنيت على ملك وحددنا ميعاد نروح فيه للشيخ، ورحنا بالفعل. دخلنا قعدنا معاه، حسيت من شكله انه كويس وارتحت له. حكيت له كل حاجة، استغربني جدا في الأول، وبعدين اتكلم وقال لي هات لي كتاب باب الخروج. قلت له معايا وطلعت له الكتاب، فتحه وفضل باصص فيه شوية، وبعدين قال لي انت جبت الكتاب ده منين؟ قلت له من 6 عجوزة في السوق. قال لي ما لاحظتش عليها حاجة غريبة مثلا؟ قعدت افكر شويه وبعدين قلت له اه لاحظت وانا بشتري منها اول كتاب. قالت لي اشتري التاني معاه هتندم. قلت لها لما اندم هاجي اخده. ولاحظت في ساعتها ان عينيها احمرت ورجعت تاني، بس ده حصل خلال ثواني، وعشان كده حسيت انه بيتهيأ لي. قال لي لا مش بيتهيأ لك ولا حاجه، دي اصلا مش 6 عجوزة، دي من العالم الاخر، يعني جني، وبتعمل كده عشان تدخل واحد زيك عالمهم ويقدم قرابين ليهم ويتاحهم. انا فضلت متنح انا وملك من كلامه، وقلنا له طيب ايه الحل؟ قال لنا كل حاجه بتتعالج بالقران الكريم، بس الاول اكمل قرايه في الكتاب عشان ممكن يحصل لك اي ضرر. وقال لي على شويه حاجات اعملها، اني انام وانا متوضي واقرا قران كتير واذكر ربنا طول الوقت. وقال لنا تعالوا بكره، وفعلا سيبناه يقرا في الكتاب، وانا عملت كل اللي قال لي عليه ونمت وما حصلليش اي حاجه في الليله دي. وصحيت تاني يوم على رنه ملك، قالت لي الشيخ عاوزنا. رحنا له، قال لنا ان هو قرأ الكتاب وان انا لسه ما دخلتش عالم الجن الاخره، وان انا لسه في النص، لانه لو انا وصلت الاخره كان زمانهم قتلني. قال لي الجلسه اللي هعملها هيكون فيها والدك ووالدتك وفي بيتكم القديم. الكتاب بيقول كده لان ممكن ياخدوا حد من دمك كقربان، وده عشان تطلع انت من عالمهم. قلت له لا انا خايف على والدي ووالدتي. قال لي لا ما تخافش انا هحميهم. وفعلا حكيت لوالدي ووالدتي اللي ما كانوش مصدقيني، بس في الاخر قدرت اقنعهم وصدقوا. ورحنا البيت القديم وكانت ملك معانا، وبدات الجلسه. الشيخ كان جايب 2 مساعدين معاه، فضل يقرا قران وكلنا قاعدين معاه. وفجاه ملامح والدي اتغيرت وعينيه ابتدت تحمر. الشيخ عرف ان الجن لبسه، وبرغم ده فضل مستمر في القراءة. ابويا اغمى عليه، ببص لقيت واحد من اللي كانوا مع الشيخ حصل له زي والدي بالظبط، بس ده فضل يطلع دم من كل حتة. وفجأة حسيت بهزة في البيت والنور انطفى وصوت صريخ جامد قوي. وفجأة ببص حواليا لقيتهم كلهم فاقدين الوعي، وما لقيتش ملك، وفي راجل من اللي كان مع الشيخ مش موجود. جريت ادور على ملك، لقيتها مغمى عليها في اوضتي ومكتوب عليها قربان واحد. جريت عليها وصحتها وطلعنا لقيناهم ابتدوا يفوقوا هم كمان. جريت على الشيخ وقلت له ان في واحد اختفى وان مكتوب على ايد ملك قربان واحد. قال لي ان هم كده اخدوه هو كقربان، وان انا خرجت من عالم الجن خلاص. قلت له هم قالوا حد من دمي. قال لي قوة القرآن هزتهم لما خافوا، اخدوا اي حد مقابل ان يخرجوك، واتجوزت ملك اللي دايما شايفة يوسف من جواه وعارفة انا قد ايه طيب، وما خافتش تقف جنبي، واتكفلت بعيلة الشاب اللي سيطر عليه الجن واخده. عارف ان ذنب كل اللي قدمتهم قرابين هيفضل في رقبتي اليوم القيامة، لكن هفضل احاول اكفر عن ذنبي ده بكل الطرق اللي في امكاني. وقصتي النهاردة الناس كتير حب الانتقام والاستطلاع ممكن يوصلهم لكده واكتر. خلي ثقتك في ربنا كبيرة، وان وحده قادر ينتقم لك من اللي ظلمك بدون تدخل منك، وبيكفي جدا انك تفوض امرك لرب العالمين. والحد هنا تكون انتهت قصتنا. اكتبوا لي رايكم فيها تحت في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبتكم القصه يا ريت تدعمونا بلايك. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.